سعد ان يكون معنا الاستاذ احمد المرزوقي رئيس نادي الاهلي. حياك الله يا استاذ احمد. مساكم الله بالخير، حياك الله، مساء على ضيوفك الكرام وعلى الساده المستمعين. استاذ احمد المشاهدين، حياك الله. استاذ احمد، 2007 و2008 هذه نقطة، النقطة الثانية الموسم الماضي، يعني كل الإنجازات التي تحققت للفريق الأهلاوي، سواء المنجز الذي تحققه وأنت على رئاسة النادي أو المنجز الذي تحققه في عدم وجودك في رئاسة النادي، هل سيكون حمل وعبء ثقيل عليك في رئاسة النادي في الثلاث سنوات المتبقية أو التي تم تزكيتك من خلالها رئيسا؟ والله شوف، الحقيقة يعني تحقيق النادي الاهلي لبطولتين، بطوله الدوري وكاس خادم الحرمين الشريفين في الموسم المنصرم، وافتتاحيه الموسم الحالي بطوله السوبر، ما في شك هي حمل ثقيل وحاجز على اي اداره تاتي بعد اداره الاستاذ مساعد الزهري ابو هليل. الحقيقه طبعا ما في شك سقف الطموح عند الجماهير الاهلاويه كله ارتفع الان. الكل يناشد انه نذهب الى ابعد من ذلك وهي البطوله الاسيويه. احنا ندرك تمام المسؤوليه الملقاه على عاتق الاداره الاهلاويه وهي تحقيق الطموح الاهلاوي. ما في شك طبعا يعني يحتاج الى عمل وعمل متواصل ودعم الجماهير، دعم من اعضاء الشرف، الكل عمل المنظومة في النادي الأهلي تكاملي منذ، والأهلي معروف من سنين طويلة بوجود شخصية زي ما تفضل ضيفك، وجود على رأس الهرم الأمير خالد حفظه الله، يعني جدا عمل منظم، البيئة مشجعة في النادي الأهلي. الأهلي يملك كل أدوات النجاح للأمانة، أقولها يعني ليس لأني رئيس النادي الأهلي، لكن الأهلي يملك أدوات النجاح وفرتها الهيئه او المنظومه الشرفيه في النادي الاهلي. طيب جميل. استاذ احمد، ما دامك ذكرت الامانه في حديثك، يعني احنا ودنا انك تتكلم بامانه، ونحن نعلم انك يعني صريح ورايك يهم الجميع. الان في ظل التعثر الاهلاوي في البدايه، وزي ما ذكرنا في السابق، يعني الفريق الاهلاوي بدا يعني يعود الى منصات التتويج، هل فكرت جليا ومليا قبل ان يعني تقرر ان تكون رئيسا للنادي الاهلي، خاصه يعني ان النادي الاهلي في هذا الموسم لم يكن كما كان في الموسمين السابقين، يعني كانت البدايه قويه. طيب اوكي، انا اكيد بكل تاكيد فكرت. زي ما ذكرت لك اخوي، ان طبعا بيئه العمل مشجعه ومريحه في النادي الاهلي، ف وجود عمل مؤسساتي في النادي الاهلي اكيد يعني، وخصوصا بالمتابعه من 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 رئيس هيئه اعضاء الشرف والقائمين على النادي الاهلي، كلها امور مشجعه للعوده الى رئاسه النادي الاهلي، هذا من ناحيه. من ناحيه ثانيه ما في شك يعني الاهلي ضمن ال 14 نادي ينافسون على البطولات المحليه كلها. ان العام الماضي في الموسم الماضي تحقق والحمد لله الحمد بطولتين لاكمال المسيره التفوق والنجاح باذن الله. هناك اهداف لابد ان نحققها في هذا الموسم وان شاء الله في الموسم القادم للنادي الاهلي. طيب سؤالي الاخير لك استاذ احمد، ومعذره على الاطاله، يعني الان في ظل الاشياء اللي انت ذكرتها واستنتجت فيها، لوجود الامير خالد بن عبد الله، وجود رئيس اعضاء هيئه الشرف الامير تركي بن محمد بن عبد الله الفيصل، وطبيعه البيئه الاهلاويه تساعد في نجاح العمل، هل من السهوله ان يكون هناك رئيسا لنادي الاهلي في ظل هذه البيئه وان ينجح الرئيس؟ هل مقومات النجاح الرئيس في هذه البيئه قويه وكبيره بنسبه عاليه؟ اؤكد لك ان هذه البيئه موجوده وادوات النجاح متوفره وفرتها الاداره المشرفه، او زي ما ذكرت لك تحظى بمتابعه يوميه، و يعني وان تحدثنا تحديدا عن الفريق الاول لكره القدم، وانا اعتقد هو محور اهتمام كل الجماهير الاهلاويه. الحياه في كره القدم هي اللعبيه الشعبيه الاولى في العالم وفي السعوديه كذلك، فالعناصر الفنيه في الفريق الاول يعني
الحقيقة يعني من أفضل العناصر. يعني الآن الأهلي يملك 8 من الفريق الأول يعني ضمن المنتخب الوطني. أتمنى من خلال هذا العجالة التوفيق لمنتخب الوطني في مهمته غدا أمام أستراليا وإكمال المشوار والتوصول إلى نهائيات كأس العالم بإذن الله. أستاذ أحمد المزوقي الرئيس النادي الأهلي الذي زكي بالأمس لـ3 سنوات قادمة، شكرا لك ونتمنى لك إن شاء الله التوفيق. شكرا.